ولنقاش ملف صراع الأحزاب على المناصب وإمكانية تأجيل الانتخابات المبكرة ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. أهلا بكم أستاذ نظير. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. وصفت اللجنة القانونية النيابية تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات بالمريب. من يقف وراء محاولات تقسيم الدوائر الانتخابية وما الهدف من تقسيمها؟ يعني الآن الأحزاب السياسية العراقية والكتل السياسية مشغولة حاليا في نوع آخر من التقسيم لهذه الدوائر، وهو التقسيم الجغرافي. ورغم أن هذا التقسيم يفترض أن يكون من صلاحيات المفوضية، مفوضية الانتخابات، لكن هذه الكتل السياسية هي من تقوم بهذا التقسيم الجغرافي لغايات انتخابية ولغايات يعني تخدم مصالح هذه الأحزاب. وبالتالي يعني من حق أن يعني هذا الذي يتكلم من حق أن يصف هذا الإصرار على أن الأحزاب هي من تحاول أن تقسم هذه الدوائر الجغرافية أن يصفها بأنها مريبة، لأنها من المستحيل أن يكون هناك تقسيم يعني ليس بصالح الأحزاب، إنما تحاول أن تجعل هذا التقسيم الجغرافي خدمة يعني حظوظها الانتخابية في الانتخابات. الصراع الدائر على قانون الانتخابات يأتي في الوقت الذي ترجح فيه بعض الأطراف تأجيل الانتخابات. من المستفيد من تأجيل الانتخابات وأصلا ربما ترجيح عدم إجرائها في حزيران المقبل؟ والحقيقة هو هذا المرجح، بأنه هذه الانتخابات يعني لربما تؤجل ولربما لا تحدث انتخابات مبكرة، إنما ستحدث في موعدها في سنة 2023. فالغاية من عندها 2022، الغاية منها أنه هؤلاء الذين الآن يمسكون بزمام السلطة والذين يسيطرون على البرلمان حالياً يريدون أن ينهوا فترتهم الانتخابية بالكامل، وبالتالي هذه الأموال التي صرفوها للوصول إلى هذه المناصب لا تذهب سدى. الأمر الآخر أنه الانتخابات الحالية بموعدها القادم اللي هو في حزيران السنة القادمة، حتى الوقت ليس كافي لترتيب أمور هذه الأحزاب حتى تعود مرة ثانية إلى الواجهة وتعود يعود نفس النظام السياسي يعيد نفسه. لذلك هي تحتاج وقت كافي لإعادة ترتيب هذه الأمور. لذلك تجدهم يعني عراقيل في موضوع الدوائر المتعددة، يضعون العراقيل في موضوع المحكمة الاتحادية، والعراقيل هذه لن تنتهي إلا يعني حين اكتمال فترة الدورة الحالية. وفقا لبعض النواب فإن هناك 170 حزبا وهميا من أصل 230 حزبا مسجلا في العراق، كيف يفسر هذا الكم الكبير من الأحزاب؟ وإلى أي مدى تخدم هذه الأحزاب المشهد السياسي في المواعيد الانتخابية؟ يعني يا أختي الكريمة، ما هو الذي غير وهمي موجود الآن في الدولة؟ لدينا يعني موظفين وهميين وما يسمى بالفضائيين، لدينا قوات عسكرية وهمية، لدينا موظفين وهميين، والآن أحزاب وهمية. يعني أنا أعتقد أن هذه تخدم هذه الأحزاب المتربية على السلطة، هي تحاول أن تجد لها أحزاب يعني سبير بارت أو ماذا نسميها، يعني جاهز لتبديل الوجوه. يعني حينما يحرق اسم أو كتلة معينة أو حزب معين، هناك حزب بديل هو يخدم نفس الأجندات ونفس التوجهات ولكن باسم جديد وبمسمى جديد. يعني هؤلاء تمرسوا على هذه اللعبة، وتجد أن هناك يعني أساليب شيطانية لتضمن بقائهم في السلطة، ومن هذه الأساليب هي إظهار واجهات حزبية متعددة ربما لا أساس لها ولا وجود لها على أرض الواقع، إنما هي مجرد أسماء تسجيلها في مفاوضات الانتخابات. هكذا الأمر يعني يبدو في العراق.
يرى مراقبون أن خطاب الأحزاب السياسية الذي يصدر الخطاب الطائفي ويرجح عدم إجراء الانتخابات، ما دواعي الصراع الطائفي وتصدير هذه اللغة الطائفية في حال تأكد عدم إجراء الانتخابات؟ يعني أنا أتوقع أن هذه الأحزاب لا تدخر جهد لمحاولة إبقاء يعني نفسها في السلطة إلا واستخدمتها، وكانت اللغة الطائفية في فترة ما مفيدة جدا لكثير من هذه الأحزاب الموجودة حاليا في تعزيز مكانتها وتعزيز شعبيتها بوسط الجماهير اللي ينتمون إلها. لكن أنا أظن أنه هذه اللغة ما عادت يعني تجدي نفعا مع الصحوة التي نشهدها في شعبنا العراقي، ولا أظن أن هذا الكلام من جديد يفكي الطائفية بين الشعب العراقي. وحادثة يعني حقيقة الحادثة اللي في صلاح الدين واللي ذهب ضحيتها 8 أشخاص وما زال 4 منهم مجهولين المصير، يعني أنا يعني أضعها في إطار هو محاولة تعزيز النزعة الطائفية بأن هؤلاء يعني من الشيعة قتلوا السنة ويحتاج إلى رد سني على الشيعة، وبذلك تتأجج الطائفية والمستفيد هو فقط الأحزاب والدماء تسيل من شعبنا هذا. لكن أعتقد أن درجة الوعي وصلت إلى مرحلة كافية بأن هذه الخدع لا تنطلي مرة ثانية على شعب العراقي، ونأمل بأن هذه الخدع لن تنطلي مرة ثانية على شعبنا. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.